أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء، نلتقي بكم في هذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يجعلكم من الطلبة المتميزين. هذه المحاضرة طلاب الأعزاء بعنوان المستوى النحوي. نتعرف فيها على المستوى النحوي ماذا نعني به، ونتعرف على ميدان علم النحو ماذا يدرس، ونتعلم بعض المفاتيح التي من خلالها يمكن للطالب أن يعرب أي كلمة، وبالتالي يسهل عليه الإعراب ويسهل عليه علم النحو. بداية، ماذا نعني بعلم النحو؟ النحو هو علم بقواعد أو بأصول يعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. فالنحو كله يعتمد على الإعراب بخلاف الصرف، فالصرف في الوحدة السابقة يبحث داخل بنية الكلمة العربية. فلو قلنا كتب، كتب بمعنى نلعب في الحركات، كاتب نزيد حرفا، اكتب أو أخذ خذ نحذف حرفا، فالصرف يتعلق ببنية الكلمة من الداخل. أما النحو فإنه يتعلق بأواخر الحروف في الكلمة. فالنحو يدرس الجملة، كتب محمد الدرس، فالنحو يدرس آخر حرف الباء من كتب عليها فتحة، لماذا؟ محمد وضعنا تنوين ضم، لماذا؟ الدرس وضعنا فتحة، لماذا؟ فإنه علم بأمور أو بأصول يدرس بها أحوال الكلمات العربية التي تدرس الإعراب والبناء. الصرف لا يدرس الإعراب والبناء، أما النحو فهو ما يميزه أنه يدرس الإعراب، فاعل مفعول به إلى آخره. إذا عرفنا تعريف علم النحو وعرفنا ماذا يدرس علم النحو، فعلم النحو يدرس الجملة، يدرس الكلمة من خلال الجملة. وضعنا على آخر الكلمة فتحة، وضعنا على آخر الكلمة ضمة، وضعنا على آخر الكلمة كسرة، لماذا؟ طيب متى نضع الكسرة ومتى نضع الفتحة ومتى نضع السكون؟ هذا هو صميم علم النحو. وبناء على ما سبق طلاب الأعزاء، فإننا الآن نتساءل ويتساءل الطلاب أيضا، النحو علم صعب، لماذا؟ نقول يا أحبائي الكرام، هذه إشاعة لعلم النحو. فالنحو ليس صعبا، إنما النحو علم سهل ممتع لمن ذاقه. وبالتالي نطلب من أبنائنا الأعزاء ألا يظلموا علم النحو ويغيروا هذا التصور. فإن كانوا درسوا النحو في المدارس في الثانوية العامة أو ما قبلها، درسوه بطريقة مغلوطة، درسوا القاعدة وشواذ القاعدة وشواذ الشواذ حتى التي يعني يستغني عنها المتخصص، ومن هنا أصبح علم النحو ثقيلا وغزيرا. أما نحن اليوم فنحن سندرس أمور بسيطة عامة تساهم في تعديل اللسان، فإذا نطقت تنطق بشكل سليم، وإذا كتبت تكتب بشكل سليم. أمور بسيطة تتعلمها في النحو تصبح بإذن الله أمورك سهلة وميسرة، وتستطيع أن تتعامل مع أي جملة كانت. طيب كيف ذلك؟ يتحقق ذلك يا إخواني الكرام بامتلاكك لبعض المفاتيح التي من خلالها تصبح لديك خبرة في التعامل مع الجمل. ما هذه المفاتيح؟ نعم، أقول لكل علم مفاتيح. إن جئت لمبنى كبير، جامعة، فبإمكانك أن تدخل لهذه الجامعة من خلال مفتاح صغير بمقدار إصبع اليد، وعلم النحو هو مبنى كبير وتدخله من خلال هذه المفاتيح الصغيرة. فإن أنت فهمت هذه المفاتيح وحفظتها وطبقتها سهل عليك علم النحو. وهذه المفاتيح ليست بالكثيرة، نجمعها في محاضرات 3 أو 4 محاضرات إن شاء الله. أما المفتاح الأول أيها الأحبة الكرام فهو كل اسم
في بداية الجملة فهو مبتدأ. أي اسم في بداية الجملة؟ لو قلت محمد نشيط، محمد اسم في أول الجملة، ماذا نعربه؟ نعربه مبتدأ، والمبتدأ دوما مرفوع. نشيط خبر. لو أتيت بأي اسم غير محمد، لو قلت الخروف جميل، الخروف مبتدأ. وهات من أسماء من عندك ما شئت، فأي اسم في بداية الجملة فهو مبتدأ. إلا أن بعض الطلاب أحيانا يخلط بين الاسم وغير الاسم، فلا يميز الفعل من الاسم. ومن هنا نقول: أي بني، إذا لم تستطع أن تفرق بين الاسم والفعل، فضع على الكلمة التي أمامك التنوين. فللاسم علامات، فإذا قبل التنوين فهو اسم. فلو جئنا لكلمة مثلا الصيف، ضع له تنوين، صيف، إذن هي اسم. لكن لو جئت لي مثلا كلمة ضرب، هل ينفع أقول ضرب؟ منفعش، وبالتالي هي فعل. إذا أي كلمة تشك فيها ضع لها التنوين، فإذا قبلت التنوين فهي اسم، وما دامت اسم فهي مبتدأ. أو بدل الاسم ضع أل للتعريف. فلو قلت بيضة، قل البيضة، ما دام قبلت التعريف فهي اسم. طب لو جاءت الكلمة وفيها أل للتعريف من الأصل، لو قلت الصاروخ فيها أل للتعريف، إذن هي اسم مباشرة، ولا تجمع بين علامتين، تقول بدي أحط أل للتعريف ثم أضع تاء التاء المربوطة في الآخر، أو أضع التنوين. لا يجوز أن تقول الصاروخاء، لا يجوز، لأنه تكفي علامة واحدة، أل للتعريف أو التنوين، ولا يجمع بين العلامتين. فأل التعريف تفيد التخصيص، والتنوين يفيد العموم، والعموم عكس التخصيص، فلا يجتمع الضدان في كلمة واحدة. إذن أحبائي الكرام، نؤكد على القاعدة: كل اسم في بداية الجملة فهو مبتدأ. والآن أنت حر في أن تأتي بجمل كثيرة من عندك لتتدرب وتمتلك المهارة، مثل القلم جميل، الكاتب بارع، المحاضر متكلم، وما شابه ذلك. أحبتي الكرام، لو أتينا بدل الكلمة المبدوءة بأل التعريف، أو الكلمة التي بدأت الجملة اللي هي الاسم، لو أتينا بدلا منها بضمير، فحينما نقول الطالب ذكي، لو قلنا بدل الطالب استخدمنا الضمير هو ذكي، ماذا نعرب هو؟ هو اسم أيضا، هو في بداية الجملة، لا يتغير الإعراب، فهو مبتدأ. طب لما لا توضع عليه الضمة؟ لأن الضمائر أسماء مبنية، نقول عنه اسم مبني على الفتح. إيش علامة البناء؟ هي آخر حركة على الحرف الأخير، هو اسم مبني على الفتح، أو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. إذن لو بدنا نختصر الإعراب نقول هو مبتدأ وذكي خبر، وبالتالي تجد أن القاعدة مضطردة: كل اسم في بداية الجملة فهو مبتدأ. لو قلت الطالب مبتدأ، هو مبتدأ، الطالبة مبتدأ، هي مجتهدة، هي مبتدأ. لو خاطبت الذكور تقول هؤلاء مجتهدون، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. الإناث هن مجتهدات، هن أيضا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. إذن نؤكد على القاعدة، الخلاصة فيها: كل اسم في بداية الجملة فهو مبتدأ. هذا هو المفتاح الأول. أما المفتاح الثاني أيها الأحبة الكرام، كل مبتدأ لا بد له من خبر حتما. فإذا قلت العصفور في العش، بما نعرف العصفور مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، العش اسم مجرور
بفي وعلامة جره الكسرة. السؤال: أين الخبر؟ الخبر أحبتي الكرام ما يتم به معنى الجملة. حينما قلت الطالب ناجح، قلنا ما شأن الطالب؟ أعطيتني خبر أنه ناجح، أعطيت السمع خبرا أنه ناجح، وبالتالي ناجح خبر. الآن لو قلنا الطالب في، هل تم المعنى؟ إذا لا يجوز أن تكون في خبر. العش لوحدها، الطالب العش، هل يجوز أن هل تم المعنى؟ لم يتم. إذن في لوحدها لا تكفي أن تكون خبرا، العش لوحدها لا تكفي أن تكون خبرا، مجموع الكلمتين معا في العش هو الخبر. أين العصفور؟ ما العصفور؟ ما شأنه؟ تقول لي في العش، إذن في العش يا خبر. نقول عنه شبه الجملة في محل رفع خبر مبتدأ. ومن هنا قلنا كل مبتدأ لابد له من خبر حتما. إذا قلت مبتدأ يجب أن تأتي بالخبر، إذا لم تجد الخبر فابحث عنه، وإلا فالإعراب ناقص. العصفور في العش شبه الجملة. مما يتكون من الجملة التي أمامي؟ يتكون من حرف الجر زاد اسم المجرور. وبإمكانك عزيز الطالب أن تأتي بجمل مشابهة: اللاعب في الملعب، اللاعب مبتدأ، في الملعب جار ومجرور شبه جملة خبر. أيضا جمل أخرى: الولد في فراشه، أعطيتني خبر شبه الجملة جار ومجرور خبر. إذن عزيز الطالب عليك أن تأتي بجمل مشابهة لتمتلك هذه المهارة من عندك. أيضا مما يتكون شبه الجملة، قلنا واحد جار ومجرور، اثنين ظرف زائد مضاف إليه، والظرف أعزائي الكرام دائما يأتي بعده مضاف إليه. مثال ذلك: العصفور فوق الشجرة، فالعصفور مبتدأ، فوق ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة، الشجرة، الشجرة مضاف إليه، وبالتالي أين الخبر؟ العصفور مبتدأ فوق لوحده، هل تم المعنى؟ بالتأكيد لا، الشجرة لم يتم. الكلمتان مجموعتان هما الخبر: العصفور فوق الشجرة. الظروف كلمات معروفة: فوق، تحت، أمام، وراء، يمين، يسار، بين، خلف، أمام، كل هذه ظروف، سواء ظروف زمان أو مكان. إذن لو قلنا هات من عندك جملا وقع فيها الخبر شبه جملة، الأمر سهل، عليك أن تأتي بالمبتدأ بعده ظرف ثم مضاف إليه. المحاضر أمام الطلاب، فالمحاضر مبتدأ أمام ظرف الطلاب مضاف إليه، وشبه الجملة هو الخبر. إذن أصبح عندي أعزائي الكرام خبر شبه جملة يتكون من جر ومجرور أو ظرف ومضاف إليه. الخبر الذي سبق ذلك هو خبر يسمى خبر مفرد. قلت العصفور مغرد، مغرد، فالعصفور ماذا نعني بالمفرد؟ أنه ليس شبه جملة. فلو قلت العصافير أيضا، فالعصافير هي أيضا مفرد لأنها ليست جملة. الأولاد فرحون، فرحون أيضا نقول عنها خبر مفرد، لا نعني بالمفرد مفرد ومثنى وجمع، وإنما نعني أنه ليس جملة وليس شبه جملة. نأتي لمثال آخر أيها الأحبة الكرام. لو قلت القمر يضيء بالليل، القمر يضيء بالليل، القمر مبتدأ، يضيء فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر تغييره هو، بالليل الباء حرف جر، الليل اسم مجرور، فأين الخبر؟ قلنا كل مبتدأ لابد له من خبر حتما، أين الخبر؟ ربما يقول بعض الطلاب بالليل شبه الجملة هو الخبر،
نقول له ضع يدك على كلمة يضيء فتصبح الجملة القمر بالليل. هل تم المعنى؟ لم يتم. إذن بالليل شبه الجملة ليس خبرا. إذا لا تستعجل وحينما ترى شبه الجملة مباشرة تقول عنه خبرا لا، فإذا تم به المعنى فهو الخبر. لم يتم، إذن عليك أن تتوقف مليا وتفكر، لأن الخبر ما يتم به معنى الجملة. إذن حينما قلنا العصفور في العش، في العش شبه جملة تم بها المعنى، لكن القمر بالليل لا يجوز. إذن لو قلنا القمر يضيء، هل تم المعنى؟ نعم تم. فيضيء قلت عنها فعل وفاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وهنا نأتي لنوع آخر من الأخبار يسمى الخبر الواقع جملة فعلية. كيف يستطيع الطالب أن يأتي بخبر جملة فعلية؟ الأمر سهل ويسير، تأتي بالمبتدأ ثم تأتي بعده بالفعل سواء ماضي أو مضارع، فتقول القمر طلع ليلا. القمر مبتدأ، طلع فعل وفاعل، والجملة الفعلية هي الخبر. مثال آخر، الطالب يدرس كي ينجح. الطالب يدرس، الطالب مبتدأ، يدرس فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. إذن عزيز الطالب ما عليك إلا أن تأتي بالمبتدأ ثم تأتي بعده بالجملة الفعلية، والجملة الفعلية تكون هي الخبر، تأتي بعد المبتدأ بفعل مباشر سواء ماضي أو مضارع، هذا يسمى خبر جملة فعلية. أما لو أخذنا مثالا آخر فقلنا عزيز الطالب الفتاة لباسها محتشم، فماذا نعرب هذه الجملة؟ الفتاة اسم في أول الجملة، فماذا نعربه؟ مبتدأ، والمبتدأ دوما مرفوع. الفتاة لباسها، لباسها مبتدأ ثان مرفوع، كأني قلت لباس الفتاة محتشم، فلباس مبتدأ والفتاة مضاف إليه محتشم خبر، وهذا ينطبق على الجملة السابقة، الفتاة مبتدأ لباسها مبتدأ ثاني، الهاء ضمير مضاف إليه محتشم خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ والخبر، يعني المبتدأ الثاني والخبر للمبتدأ الثاني لباسه محتشم معا هي خبر للمبتدأ الأول، يعني جملة لباسها محتشم خبر للمبتدأ الأول. مثال آخر، لو قلت الجامعة أسوارها عالية، الجامعة مبتدأ أول، أسوارها مبتدأ ثاني والهاء مضاف إليه، عالية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. إذا لو قلت لك بسهولة ويسر عزيز الطالب، هل يمكنك أن تأتي بخبر وقع جملة اسمية؟ الأمر ميسور، ما عليك إلا أن تأتي بالمبتدأ ثم تأتي بمبتدأ آخر بعده ضمير يعود على المبتدأ الأول، الولد هندامه نظيف مرتب، الولد هندامه يعني لباسه مرتب، هاي الولد مبتدأ، هندامه مبتدأ الثاني فيه ضمير الهاء يعود على المبتدأ الأول ثم تأتي بخبر المبتدأ الثاني، والاثنين بيكونوا خبر للمبتدأ الأول. إذن نؤكد أحبتي الكرام أن كل اسم في أول الجملة فهو مبتدأ، كل مبتدأ لابد له من خبر حتما
فكلمة حتما قادتنا أن نأتي بالخبر شبه الجملة وخبر واقع جملة فعلية وخبر واقع جملة اسمية. هذا ما يتعلق أحبتي الكرام بالمبتدأ والخبر، هذا هو المفتاح الثاني. أما المفتاح الثالث فكما قلنا كل مبتدأ لابد له من خبر حتما، نقول بالمثل كل فعل لابد له من خبر، كل فعل لابد له من فاعل حتما. فإذا قلت في الإعراب فعل فإن وجدت الفاعل كان خيرا، وإن لم تجد الفاعل فقدره. مثلا تقول قال الطالب خيرا، قال فعل، الطالب فاعل. طيب لو كانت الجملة ذهب إلى السوق، ذهب فعل، وإلى حرف جر، السوق اسم مجرور، فأين الفاعل؟ إن نسيت الفاعل فالإعراب ناقص. إذن الفاعل تقدره، ذهب الرجل، ذهب الولد، حسب معنى السياق أو الكلام الذي قيلت بخصوصه الجملة. ذهب الولد إلى المدرسة، الولد فاعل ظاهر بين. لو قلت أكل الرجل رغيفه، طيب أكل رغيفه، إذن الفاعل غير موجود، أكل رغيفه، أين الفاعل؟ هو. وهكذا كل فعل لابد له من فاعل حتما. طيب مفتاح آخر، كل ضمير يتصل بالاسم فهو مضاف إليه. فلو قلت كتاب اسم، لو قلت كتابي، فما إعراب الياء؟ مضاف إليه. نقول أنه ضمير متصل مبني على السكون. إيه اللي عرفنا أنه السكون؟ لأنك حينما نطقت بالسكون لم تنطق بفتحة ولا بضمة ولا بكسرة. كتابي، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. لو قلت كتابها، فالهاء أيضا مضاف إليه. طب كتابك، أيضا الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. كتابكم، كم أيضا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. كتابهن، هن أيضا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. لماذا مضاف إليه؟ لأنه ضمير اتصل بالاسم. إذا في العملية ليست صعبة، بمجرد ما تجد الضمير سأل نفسك هل اتصل باسم أم بفعل؟ فإن كان باسم فهو مضاف إليه مباشرة. طب لو اتصل بفعل، لو اتصل بفعل فهو إما فاعل أو مفعول به حسب معنى الجملة. مثال ذلك تقول أكله، أكله، أكل ماذا؟ يعني أكل الولد الرغيف. ضع بدل الهاء كلمة الرغيف، فأكله الضمير هنا ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طب أين الفاعل؟ يعني أكل هو الرغيف، فالهاء هنا مفعول به. لو قلت أخذته، أخذته، أخذ فعل ماضي، والأصل أن الفعل الماضي مبني على الفتح دوما، لكن لاتصاله بضمير الفاعل بني على السكون، فنقول فعل الماضي مبني على السكون. أخذ، والتاء أخذت، يعني أخذ أنا، فأنا فاعل. أخذت ماذا؟ أخذت الكتابة. إذن أخذته، أخذ فعل، تو فاعل، هو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
إذن كل ضمير اتصل بالاسم فالضمير مضاف إليه، كل ضمير اتصل بالفعل فالضمير إما فاعل أو مفعول به حسب معنى الجملة. طب لو اتصل الضمير بحرف جر، إذن مباشرة وبدون تفكير فالضمير اسم مجرور، لأن بعد حرف الجر لا يأتي إلا اسم مجرور. تقول مشيت به، الباء حرف جر، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. مشيت بها، الباء حرف جر، الهاء ضمير مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. تسهيل على الطلاب ممكن نقول اسم مجرور، الباء حرف جر والضمير اسم مجرور. إذا بعد حرف الجر يأتي اسم مجرور مباشرة وبلا تفكير، فالأمر سهل وميسور. أحبائي الأعزاء، أرى نفسي بهذا القدر مكتفيا. أود منكم أن تأتوا بجمل من عندكم فيها وقع الخبر مفردا، أو وقع شبه جملة، أو وقع جملة فعلية، أو وقع جملة اسمية، وأن تمسكوا ببعض آيات من القرآن الكريم وتحاولوا إعراب بعض هذه الآيات، وإذا لم تستطع أن تعرب كلمة ممكن أن يكون التواصل بيني وبينك، أو أن يعني عن طريق جوجل أن ترى إعراب هذه الكلمة وأن نتناقش فيها لتتشرب هذه المعاني وتكون الأمور سهلة ميسورة. أتمنى لكم من الله كل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.